أحمد ومريم على وش جواز وبيجهزوا البيت. مريم ما بيعجبهاش العجب. دخلنا مرحلة الإضاءة والنجف. يا ترى ذوق مين اللي هيمشي؟ ده لو لقيناه أصلا. ولو لقيناه هيليق مع العفش والماتيريال. هتعيش؟ هتعيش هتعيش؟ هتعيش. والسعر كام؟ السعر كام؟ ها؟ السعر تمام؟ ولو تمام مين هيوصل؟ ويا ترى الحاجة هتيجي مظبوط ومعادها مظبوط؟ ونسينا التركيب، احنا نركب ولا نجيب حد يركب؟ بتهيألي نجيب حد احسن. بس هندفع له كام ومواعيده ايه؟ طب هناخد ضمان ولا مع نفسنا؟ كلام كتير لف كتير. طب وليه؟ ما عندك تيارا من كريستال عصفور، تصميم سعر ضمان من غير لف ودوران. نور بيتك مع تيارا